تحب سلمى أرنبها فوفو ودائما تطعمه. أهلا بكم مشاهدينا. القصة القصة الأرنب الضائع موهبة إماراتية بعمق الزهور بدأت تتفتح إذا براعمها منذ أن كانت صغيرة هذه الفتاة. صحيح. طبعا حتى استطاعت أو اكتشفت والدتها في عمر السنتين حبها للاستماع للقصص قبل النوم وأيضا شغفها برواية حبكات ونهايات قصص من نسيج خيالها. صحيح. إذن حديثنا عن الطفلة الإماراتية الفي المرزوقي البالغة من العمر 5 سنوات والتي سجلت أمس رقما قياسيا جديدا في موسوعة جينيس للأرقام القياسية كأصغر ناشرة في العالم باللغتين العربية والإنجليزية عن قصتها الأرنب الضائع. وقامت المرزوق بإصدار الأرنب الضائع فوفو التي كتبتها ونفذت كافة رسوماتها بنفسها في منصة توقيع الكتب بمعرض أبو ظبي الدولي للكتاب بدورته المنصرمة في شهر مايو الماضي، وتطمح لأن تصبح مؤلفة ورسامة لقصص الأطفال وأن تشارك قصصها مع أصدقائها على منصة يوتيوب. طبعا نتعرف عن قرب على الطفلة الموهوبة، يسعدنا أن تكون معنا في الاستديو الطفلة الإماراتية الفي المرزوقي أصغر ناشرة في العالم باللغتين العربية والإنجليزية، وأيضا معنا والدتها سيدة طيب. صباح الخير سيدة طيب. صباح النور. مرحبا فيك بداية معنا في دبي هذا الصباح. أهلا. يا الفي كيفك؟ زينة. شو أخبارك؟ مرتاحة اليوم معنا؟ مبسوطة؟ بتعرفي يا الفي أنت لابسة لون أحمر اليوم مثل ساندي؟ واللون كثير حلو. نحن اتفقنا نكون اصدقاء يا مهران تحت الهواء، صح في؟ طيب في انا حسألك سؤال، انت جاهزه؟ فهمتيني اول شيء صح باللهجه هذه؟ اوكي؟ انزين. في ماما خبرتنا انك انت تحبين القصص وايد، صح؟ تحبين تسمعين قصص وتكتبين قصص. انزين، شو اكثر قصه تحبيها؟ قصص الحيوانات. واو. قصص الحيوانات؟ شو تحبين في قصص الحيوانات؟ في؟ في هي قصة أنت كتبتيها اسمها الأرنب الضائع. شو اسم الأرنب اللي بالقصة كتبتيها؟ شو اسمه؟ كان فوفو؟ مين ساعدك في كتابة هاي القصة؟ ماما. ماما. والرسومات هاي أنت رسمتيها لوحدك وأنت اللي لونتيها؟ وحدي. طيب أنا قرأت شوي من القصة بس ما بعرف لقيتي الأرنب الضائع فوفو ولا لسه ما لقيتي؟ حصلتي؟ حصلتي. طب سيدة طيب نسألك أنت أكثر، كيف اكتشفتي موهبة بنتك ما شاء الله عليها بالكتابة؟ طبعا في عمر السنتين كنت دائما أقرأ لها قصص، أغلبها قصص الحيوانات اللي يكون لها أصوات للأطفال في هذا العمر. فشفتها أن تحب الألوان، تحب الحركات، تحب الرسومات. مع الكبر صارت تسألني أسئلة، ليش الشجرة لونها جرين؟ ليش الفراشة تطير؟ وهو إلى آخره. هو الأطفال. نعم. وهذا الجيل الزد جنريشن يحب التحديات، ففي عمر ال4 سنين الريكورد السابق كانت صاحبتها بريطانية، فتحديت الفي أن الفي تقدرين تسوين نفس القصة لها. فهي تفكر وخلال 3 أيام كلنا استغربنا أن الفي رسمت القصة وكانت تقول القصة ونحن نكتب وراها. جميل. خلال 3 أيام تقريبا فعلا صارت القصة جاهزة مع حبكة وسيناريو ورسومات، وطبعنا لها القصة ويعني سعينا في دخول موسوعة جينيس. وعلى مدى شهور حققنا الحمد لله الإنجاز. الحمد لله. الفي خبريني عن قصة الأرنب، شو سالفته هذا الأرنب؟ ضاع. ضاع. ليش ضاع؟ لأنه كان يدور الجزر. انزين، عقب شو استوى؟ خبريني قصته، عقب شو استوى؟ كيف حصلتوه؟ لقيتيه اخر شيء الارنب ولا شو؟ لان لقيته في الشجيرات، سمعت صوته ولقيته. ايوه. وحصل الجزر في النهايه؟ هي حصل الجزر. كيف كانت نهايه القصه؟ قولي لي شو استوى في الارنب اخر شيء؟ ولا شيء. ولا شيء؟ رد على اصحابه؟ صار عنده اصحابه واصدقاء؟ ايوه. صار يلعب معاهم؟ أكل الجزر طيب؟ هي. انزين، ممتاز. طيب سيدة طيب، يعني خبرينا أكثر عن موهبة الفي، يعني متى اكتشفتيها؟ متى حسيتوا إنه هي هذه الموهبة
يعني بدأت تظهر عليها؟ هي من عمر صغير وهي يعني الحين حتى مع اكتشافنا لموهبة القراءة والرسم اكتشفنا موهبة ثانية، لأن مع التركيز على الطفل وفعلا يعني تنمية القدرات والمهارات عنده الحين حابت الفاشن ديزاين. فتقول لي ماما أنا أريد الحين أرسم قصصي على الفساتين، حتى نقدر نراويهم الفستان؟ يلا وقفي يا فتاة. أيوة هي نفس الرسمة الموجودة بالكتاب ما شاء الله. فبدينا من رسمات حتى تطبيقها على الفاشن. أنا بدي أسألها الفي، سامعتيني الفي؟ يس. في قولي لي هذه الرسمات منو رسمهم؟ أشوف أشوف. وايد حلوين أشوف تاعي. وقفي تعالي تعالي هاتي بوس تعالي. قولي لي هذه الرسمات منو رسمهم؟ أنا. والله؟ إنزين هذه شو اسمها؟ سلمى. سلمى وهذه؟ أنا. كيف ترسمين أنت؟ كم عمرك يا فاي؟ 5. مين بيساعدك بالرسم هذا الحلو؟ بس لوحدك لو ماما ولا بابا؟ أنا لوحدي. إنزين طيب فاي استريحي يا فاي. بدي أسألك سؤال تاني فاي، أنت تحبين أكثر كتابة القصص ولا تحبين الموبايل والألعاب؟ كل شيء. كل شيء والحلويات. بس شو أكثر أكثر غير عن الحلويات؟ بعد حلويات. طيب سيدة طيب، في عندها كتابات أخرى ممكن تكتبها ولا هذا الكتاب الوحيد؟ شو القصة الثانية اللي راح نكتبها فيه مع بعض؟ القطة الضائعة. القطة كله ضايع عندك؟ ما في كله ضايع، الأرنب ضايع والقطة ضايعة شو قصة الضايعين؟ ليش؟ ليش؟ يعني ليش تختارين هذه القصص؟ قولي لي شو الفكرة؟ ما أعرف شيء ثاني بس أنا. أيوة. طيب أنا في بديك تكتبي لي أنا قصة، بدي تكتبي مهران الضائع. لا طيب انت يوم تسمعي سيده طيب الافكار من عند في بتلونيها بتكتبيها على طول ولا بتتناقشي معها تتكلمي معها لتطلع بفكره اجمل؟ لا هي دائما في مناقشه وفي مخيلتها واسعه. دائما في عندها شخصيات تتكلم عنها يعني خلال اليوم، شخصيه السوبر هيرو، شخصيه الضائع، شخصيه البرنسيسة، فاحنا دائما ناخذ ونعطي معاها ونشوف لين ما توصل يعني المخيله عندها. واكتشفنا ما شاء الله تقدر تسوي قصه فروم اي تو زد بس بمجرد سؤال اخذ وعطاء وجواب. جميل. انزين الفي، سؤال يا الفي قولي لي. ليلى حشرتيني يا ساندي كل شوي اسئله. لا احنا عم نلعب صح؟ مستانسه انت؟ مو مستانسه؟ ايه مستانسه عين. طيب تمام، شو حابة تصيرين في المستقبل؟ قولي لي يوم تكبرين الفي شو تبين؟ موديل ديزاينر. شو؟ موديل ديزاينر. موديل وديزاينر. موديل وديزاينر. طموح كبير ما شاء الله. ما شاء الله، يعني مو زي الماما مثلا؟ لا. وبابا؟ لا. عندك أحلام ثانية؟ موديل ديزاينر أنا بكون. أنت تكون موديل ديزاينر. خلاص ما حدا يناقش شيء. خلاص. حددها طموحها من الآن. طيب بدي أسألك يا الفي، يوم انت قررتي تكتبين وترسمين شو قالوا لك بابا وماما؟ جابوا لك الاغراض؟ هي شو قلتي لهم؟ شكرا. شكرا. والله انت اللي شكرا يا الفي، شكرا لوجودك معنا يا حبيبتي، نحن حبيناك كثير. وانا حاخذ القصه معي اقراها اليوم قبل ما انام. اوكي في الفي خلاص راح نصير اصدقاء انا وانت ومهران، بنقرا قصتك الجايه صح؟ أنا عندي فضول شو صار بالأرنب فوفو، لازم اليوم كمل القصة هاي. اليوم رح. شكرا يا فاي وشكرا لوالد فاي يا سيدة طيب البري، شكرا على جهودكم ما شاء الله، هذا مثالي للشباب المستقبل وإن شاء الله تحقق كل أمانية. شكرا لوجودكم معنا. شكرا جزيلا.